نهاركم سعيد مشاهدينا. اليوم الاثنين 14 تموز 2014 طبعا لا نزال نعيش ايام ذكرى حرب تموز. اليوم ب 14 الشهر اقتربنا من ذكرى اغراق البارجه الحربيه الاسرائيليه بسنه 2006. طبعا هذا يترافق مع الحرب الاسرائيليه على غزه. واليوم طبعا يعني اخر التطورات هو التركيز على الوساطه الامريكيه والتي هي أيضا أوروبية، ويقال بأنه أيضا هناك تدخل يعني وساطة مصرية قطرية جدية تتفاعل في هذه الساعات وفي الساعات الأخيرة لتجنب التصعيد المتواصل في غزة. ويبدو بأن العنوان الأساسي لهذا التدخل أو لهذه الوساطة الأمريكية الأوروبية هو يمكن يعني عدم تطور الأمور إلى غزو بري لغزة كما يعني كما هو باين حتى هذه الساعة. بالأمس كان هناك تدخل بسيط ومحدود بريا على غزة، ولكن يبدو أنه حتى هذه الساعة هناك من يرى أن إسرائيل هي في مأزق، لأنه لحديث يعني ما في أي نتيجة ملموسة لتدخل في غزة. القبة الحديدية بالنسبة لكثيرين هي شيء اليوم كان كأنه هيك إشاعة بالنسبة للإسرائيليين، طالما بأنه كل الأراضي الإسرائيلية تقريبا صارت تحت مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية في هذه الأثناء. أيضا الجنوب اللبناني يتحرك ويحكى عن صواريخ تطلق من الجنوب اللبناني. عن كل هذه التطورات وغيرها من التطورات في المنطقة، لا سيما التطورات الداعشية، منها معنا اليوم الدكتور أحمد مصلي الخبير في الحركات الإسلامية. نهارك سعيد. أهلين، طبعا الأستاذ الجامعي. نهارك سعيد، أهلا وسهلا فيك. طبعا بدنا نحكي بشكل كبير عن ما يحصل في غزة. هل نحن يعني بالساعات اللي تسبق التهدئة، ماذا عن المشهد الغزاوي؟ خلينا حالة الرؤى تلتلف العجقة تصير كان ومنرجع. أوكي، جونية باتجاه بيروت كمثل العادة في عجقة تصير، باتجاه الشمال ما في مشكلة كتير عجقة بالدورة باتجاه شارل الحلو والكارانتينا، بينما ما في مشكلة باتجاه الشمال وجونية. شارل الحلو ما في مشكلة أبدا. نفس الشيء بالنسبة لساسين ما في مشكلة. حمراء نشيطة صباحا، في نشاط دون عجقة سير. المزرعة أيضا نشاط دون عجقة سير. طريق المطار عجقة كتير طبعا نهار التنين، عادة الناس بترجع من الجنوب نهار التنين الصبح. وصيدا أيضا ما فيها مشكلة. برجع برحب فيك دكتور أحمد. خليني قبل ما فوت على كل الحركات الإسلامية و يعني سيطرتها وتداعياتها اليوم وانفلاشها بالمنطقة من داعش وغيرها، خلينا نركز شوي قبل طبعا على المشهد الغزاوي. حتى هذه الساعة هل يمكن الحديث عن محصلة يعني 0-0 بالنسبة للفريقين؟ يعني إسرائيل من خلال هذا العدوان المكثف جدا بالصواريخ على غزة ما قدرت فعلا انه تحقق اي شيء من اهدافها، ونفس الشيء يمكن بالنسبه ايضا يرى البعض للغزاويين، يعني المازق هو ذاته 0-0 للاثنين. يعني هذه باخر 6 سنوات هذه ثالث مره يتم مثل هذا العمل. انا بعتقد انه دون غزو بري لاسرائيلي لغزه لن تحقق شيئا، بالعكس تماما تكون قوه الردع عند حماس أو الجهة المقاومة الفلسطينية ستكون أقوى وقادرة على فرض شروط. الآن في صراع إرادات على الأرض أكثر منه الصراع العسكري، واضح اتجاهاته. يعني ممكن لإسرائيل أن تدمر غزة عن بكرة أبيها مثل ما عملت بالضاحية بلبنان، وهذا يعني نحكى عن نفس السيناريو على فكرة، تدمير منهجي لأحياء كاملة أو مناطق كاملة بغزة. اليوم إسرائيل عندها أهداف بدها تحققهم، على القليل واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة، حتى الآن لن تتمكن من تحقيق ذلك. من جهة أخرى هلا بقول شو
من جهة تانية المقاومة لن ترضى بالوضع كما كان سابقا، تريد أن تفرض بعض الشروط أيضا على إسرائيل عوى الوضع بالمنطقة ككل. الوضع إسرائيل هي من ابتدأت هذا العمل لأنها تريد عدة شغلات. أولا مثل ما بتعرفي عملية السلام انتهت إلى غير رجعة، ليس هناك دولتين، لا إسرائيل لن تقيم دولة فلسطينية، نقطة على السطر لازم العالم تعرفها. هذه المطلوب اليوم من ناحية تانية، تدمير ما يمكن أن يشكل تهديدا لإسرائيل. واحد عم تقلب يعني الخطأ أو الخطيئة أو الوزر على الجانب الفلسطيني. اثنين هي ضد يعني تريد تدمير حماس رقم واحد. اثنين تريد تدمير حكومة الوحدة الوطنية اللي قام بها عباس، وهي بذلك تريد تدمير عباس نفسه. يعني تريد حماس، تدمير حماس، تدمير عباس، فرط الحكومة، ولا بلشت الحكومة يعني تفرط على فكرة ما بين عباس وحماس. وثالث شيء اللي هو الأهم طبعا، إنهاء قضية فلسطين كلها سوا بظل المعمعة الحاصلة في المنطقة. غير قادرة اليوم إسرائيل، ترى أنها يمكن أن تكون قادرة أن تقوم بعمل عسكري له مردود سياسي كبير، وخاصة اليوم نتنياهو نقل المشكلة من الداخل الإسرائيلي ما بينه وبين أفراد يعني التحالف اللي معه، نقلوا إلى الجانب الآخر. لذلك لا، أنا لا أعتقد أنه الوساطة قريبة. وساطة شو؟ يعني ممكن أن يعني إذا يحكى جديا عن وساطة أمريكية اليوم أوروبية. لا، أول شيء هو لتجنيب إسرائيل كأس التدخل البري، وذلك بإرساء معادلة لا غالب ولا مغلوب يمكن، أو أي معادلة الجيش على الأرض. الجيش الإسرائيلي تعمل إخراج لإسرائيل بشكل من الأشكال. نعم. من هذا العدوان الجيش الإسرائيلي نفسه ضد التدخل العسكري بغزة. أما السياسيين فهم مع التدخل في غزة، يعني في فرق ضمن الداخل. لكن ما زال أنا رأيي أنه الوضع الآن دون تدخل بري يعطي بعض الإنجاز. ما تنسي اليوم ما ظهر أنه البنية التحتية العسكرية للمقاومة الفلسطينية أقوى من قبل. لذلك إسرائيل إذا لنفترض أنه أوقفت النار اليوم، ماذا تكون قد حققت؟ خسائرها الاقتصادية كبيرة، وضع السياحة، وضع الاقتصاد، المطارات تحت التهديد، الموانئ. يعني أخذ الصراع اليوم منحة أكبر من الصراع بال 2012 عندما مصر تدخلت وغيرها تدخلت بتلك المرحلة. شو وجه يعني أهمية أو كبر صراع اليوم؟ كانت القوة الصاروخية يعني تحمس محدودة. أوكي. لجوار المستوطنات. بس وين ممكن يعني قياس الخسارة الفادحة الاقتصادية اليوم بإسرائيل من جراء القصف؟ يعني الخسارة أولا الشاكل نزل، يعني العملة نزلت. اثنين سواح عم بيتركوا. ثلاثة الطيران كمان بلش خف دخوله على إسرائيل. يعني الحالة النفسية اللي هي أهم شيء بعدين عند الإسرائيليين غير جيدة. إنه اليوم عندك مجموعة بجنوب فلسطين وجماعة شمالي فلسطين، يعني حزب الله بلبنان وحماس في الجنوب، قادرين يطالوا أي مكان في إسرائيل عندما يريدون ذلك. الآن أنت بتعرفي أنه عدا الوضع يعني إذا بدك الوصف لموازين القوى اللي هو عسكريا على الأقل يعني من ناحية الكم والتكنولوجيا وهذا لصالح إسرائيل، لكن الحالة النفسية لصالح حماس مش لصالح إسرائيل. فإذا لم تنجز إسرائيل عمل عسكري يحقق لها مكسبا سياسيا معينا لن تقف الحرب. تذكري لبنان ظلت شو المكسب المباشر على ما أذكر؟ ظلت 44 يوم حتى تموت. نعم 44 يوم. وممكن تستمر أكثر يعني حرب بفلسطين، لأنه فعلا يعني الفلسطينيون اليوم متروكين لوحدهم. كمان واللبناني وقتها كمان في هدنة طلبة نتنياهو، يعني واضح انه الوضع شوي مختلف. عم بشتغل عليها حتى اذا قرر انه لن يقوم بدخول في وسطات كل ليل امس. صحيح. يعني عم ينشغل عليها بين كاري وبين الاوروبيين وطبعا الجهات العربية، يعني في تحريك واضح. هذا كله لن ينفع لوقف اطلاق النار او لهدنة او لتجنب الاجتياح البري. هو اصلا الاجتياح البري اليوم
هو مطلب حماس مش مطلب إسرائيل. هو وقع بمستنقع يمكن أن يريد أن يخرجوه منه، بس لكن إذا خرج منه حيطلع ضعيف ومضعضع ويمكن تفرط الحكومة. يعني الوضع الداخلي يفرض الإسرائيلي الحكومة يفرض عليه دخول قد يكون محدود، قد يكون تدميري محدود، لكن سيكون هناك نوع من التدخل البري حتى يحقق مكسبا ما. اليوم كل الوساطات اللي عم بتشوفيها لن يكون لها وقع. الوساطات شو نوقفوا النار، نحن موقف ضرب وانتم بتوقفوا الضرب، وبعدين هذا غير مقبول صار من الطرفين. هاي واحد. اثنين، طيب محمود عباس سيذهب الى الامم المتحدة وغيرها من المنتديات لادانة اسرائيل على الجرائم ضد الانسانية وما الى ذلك، هذا مطلوب وقفه كمان. يعني في عدة شروط عدة امور المطلوب. انا رأيي انه لن يكون انهاء الصراع العسكري سريع. الفلسطينيين بدهم دولة، هذا خاتمة الامور. اليوم الفلسطينيين اخر شعب مستعمر بالعالم، اخر شعب موجود عليه استعمار. والوضع يعني الاسرائيليين اني من افشل الاخر مفاوضات مع الولايات المتحدة باصرارهم على انه محمود عباس يتقبل ان الدولة الاسرائيلية هي دولة اليهود او الدولة اليهودية بالعالم كله، بمعنى انه لا عرب لهم مكان، لا مسلمين ولا مسيحية لهم مكان، بس اليهودي. فواضح انه الشرط التعجيزي، وقال كاري يعني قال انه التعنت الاسرائيلي هو اللي منع الوصول الى مفاوضات وهو حال ولا. طيب في حال عدم وجود مفاوضات شو المقلب الاخر؟ محمود عباس بدأ يبتعد عن اسرائيل وعن ذلك الجو والذهاب الى المحافل الدولية ومطالبة بقضايا معينة، هذا غير مطلوب. الحكومة مع حماس غير مطلوبة، ففي شروط لوقف إطلاق النار من الطرفين. أوكي. لذلك هي. لن تقف النار قريبا. طيب. إن شاء الله توقف بسلامة. شو المكسب المباشر اللي ممكن تحققه اليوم إسرائيل؟ يعني حضرتك تحدثت عن ثلاث أهداف، هيدي ثلاث أهداف هي طويلة الأمد، يمكن باستثناء فك الوحدة بين محمود عباس وحماس، ولكن القضاء نهائيا على حماس وعدم قيام دولة فلسطينية، هذه أهداف بعيدة المدى. شو هو الهدف المباشر اللي ممكن أن تحققه اليوم إسرائيل على الأرض واللي بيخليها يعني توقف العملية بشيء من يعني يعني بشيء من حفظ الذات؟ يعني هو يمكن أن تحقيقه هني عم يشتغلوا، بعتقد عليه عم يشتغلوا أكثر من هيك، لأن لا يمكن إنجاز أكثر من ذلك. هو ضرب البنية العسكرية لحماس، وحيضل يضربوا فيها ليلا نهارا ليلا نهارا حتى يضم اضعافها يمكن 50-70-80%. انت ما تنسي حجم الغارات الوحشية الهمجية، الاطنان من الصواريخ اللي عم تنزل على غزة منا سهلة، لكن ما في تأكيد انها تصل الى البنية العسكرية التحتية لحركة حماس. اللي ظاهر من التدمير هو تدمير المنشآت المدنية، مدارس حتى ضربوا مركز للعجزة والعدوية الاحتياجات الخاصة. نعم. وما إلى ذلك. فأنا مني يعني بعدين العرب يعني شايلين إيدهم كلهم، حتى مصر خاصة يعني بعد الحصار موجود على غزة، سمحوا لبعض الأشخاص يطلعوا، طلعوا مصريين عندهم جنسيات تانية، فلسطينيين عندهم جنسيات غير فلسطيني، فلسطيني العادي ما له حق يظهر. فهني محاصرين، مطلوب أن يسلموا بالواقع، يقبلوا وجود إسرائيل، حماس والجهاد الإسلامي والفلسطيني عموما والمقاومة القائمة اليوم اللي هي مشكلة من كل هالفرق لن يقبلوا بذلك. فنحن موجودين بحالة يمكن قول فيها انه يعني حالة وجودية صعبة جدا عند الفلسطينيين، واقتصادية ما احنا عم نساعدهم، قال عطون 20-30 مليون دولار للمساعدة، هنا حق بنيتين ثلاثة بغزة، العرب يعني شالوا ايدهم، المسلمين شالوا ايدهم، العالم الغربي شال ايده، امريكا تفعل ما تريد اسرائيل، وهذا ما يحدث. اليوم اسرائيل تغطيها الإدارة الأمريكية، سواء كانت الحكومة أو الكونغرس، أخذوا قرار حتى توصي بالكونغرس السنة والمجلس النواب بدعم إسرائيل
وإدانة الفلسطينيين. طيب في المقابل شو هي المكاسب اللي ممكن أن تسجل سياسيا على المقاومة الفلسطينية وعلى حركة حماس عند وقف إطلاق النار؟ يعني شو هي كمان الأسباب الأهداف المباشرة اللي ممكن أن تكون حققتها؟ الصمود بحد ذاته هو بالنسبة للكثيرين إنجاز. نعم. ولكن في الصف السياسي شو ممكن تكون حققتها؟ شوف نحن بنعرف أنه حماس وصلت لمرحلة انضغط عليها أن تسلم بالواقع. وهذا جزء من ليش عملت حكومة وطنية مع محمود عباس. اليوم هذا الموضوع انتهى. حماس ستعود اللاعب الفلسطيني الأول على الساحة الفلسطينية. ولا هيدا من وجهة نظر حماس مهم جدا إلى. لكن اللاعب الأول؟ طبعا. بتسليم مين؟ بتفويض من؟ بتفويض من الشعب الفلسطيني بمقاومته. يعني ما بده هي يعني معادلة بين الاثنين. هي معادلة بين التفويض الفلسطيني الشعبي وبين أيضا التفويض الدولي. التفويض الدولي أكيد بعده منه بأي وارد اليوم. يعني التفويض الدولي ما بيعمل شيء لحماس اليوم في واقع على الأرض. إما يتم إنجاز شيء فيه أو ما حدا حيرد يعني على الفلسطينية أصلا. يعني وجهة النظر بتقول أنه مع أضعاف الإخوان المسلمين كتنظيم في المنطقة بهيدا الشكل لسيما على المستوى المصري هيدا تحصيل حاصل أنه بده ينعكس على قوة حماس. أكيد. بالمنطقة لا شك أنه اليوم اللاعبين اللي كانوا يعني داعمين لحماس وخاصة حركة الإخوان المسلمين. لكن اليوم أنا بعتقد أنه غالبية العرب والمسلمين ما عم بحكي على الأنظمة يعني غالبية الأنظمة بمحل تاني. غالبية العرب والمسلمين هم مع حركة المقاومة. هلا حماس غلطت ما غلطت موضوع تاني. لكن في نهاية المطاف هذا شعب يدافع عن وطنه عن أمته عن جماعته. هلا انت رايك انه هيدا ما حيكون له ردات فعل؟ يعني اليوم مثلا حكومه الرئيس السيسي ناجحه بمصر اول شيء بيعملوه بيفرضوا رفع المساعدات عن الشعب وما الى ذلك. نحن بعدنا في بدايات صراع طويل الامد. حركه الاخوان المسلمين ما زالت حركه قويه. صحيح ازيلت من الحكم بمصر لكن لا يمكن الاستهانه بها. الى دور بعدها بكل الواقع العربي والاسلامي عموما. لذلك وتلك الأيام نداولها بين الناس. ناس بتطلع وناس بتنزل. بعدين ما في ضمان أنه يستمر الحكم بمصر بالشكل الحالي أو أنه الصراع اليوم الموجود بالمنطقة على الإسلام وما هو الإسلام وأي أيديولوجية يناسب الإسلام في العصر الحالي سواء كان الإخوان المسلمين أو السلفية الجهادية الوهابية أو غيرها من المفاهيم اللي ممكن نحكي عنها بعدين. هذا كمان بعده ما زال صراع يعني الصراع الأول بالمنطقة اليوم. وحماس جزء من هالمنظومة. لكن حماس إلى خصوصية مثل خصوصية حزب الله أنه مش مجرد حزب إسلامي هو حزب مقاوم لإسرائيل. وهذا يعطي شرعية تختلف عن لنقول إخوان مسلمين بمصر. إخوان مسلمين بمصر مشروعهم كان مشروع الدولة السلطة. نعم حماس هي السلطة. مش السلطة أكثر من الدولة يعني. لا السلطة بعدين دولة. ايه. ما هي بتبقى في مشروع دولة. شوي ما حدا عنده مشروع دولة. نحن عندنا مشروع دولة. قولي لي أي دولة ما يسمى دولة عنده مشروع دولة حقيقي. كلهم يا إمارات يعني مشايخ يا دكتاتوريين حاكمين. شو بدك تكون دكتاتوري إسلامي دكتاتوري علماني دكتاتوري اشتراكي دكتاتوري رأسمالي كله نفس الشيء. مفهوم الدولة عندنا مضروب ما موجود طبعا. ما موجود على لبنان تعتبريها دولة مثلا هذه مؤسسة دولة. على كل حال عم بحكي علميا مش عم بحكي انه دولة موجودة ايه بس قد هي تنقاس مثل مثلا طيارة موجودة وما إلى موتيرات هي طيارة بس ما إلى موتيرات. نفس الشيء وضعنا نحن سواء كان بمصر بليبيا بتونس وين بدك السودان اليمن خليج كله. هلا كمان حيفوت بمرحلة داعش وماعش وغيرها من الحركات وإن كلهم يعني مشايخ نفط منهم عندهم دول إذا بدك تعتبري مفهوم الدولة القادرة كذا. فنحن بالمنطقة دخلنا في عنا اليوم صراع وجودي
يعني صراع وجودي على مفهوم الدولة، على مفهوم الدين. حنناقش فيهم لأنه بدنا بالمحور الثاني بدنا نفسر ونستفيد طبعا من تخصصك بموضوع الجماعات الإسلامية لنحكي يعني طلوع مش الإسلام السياسي، الإسلام التكفير، ما بعرف كيف شو التعريف اللي بدنا نحكي فيه بالمنطقة، ولكن خليني بس شوي بغزة وبتطوراتها. إذا رأيك اليوم إنه ضعاف الإخوان المسلمين بالمنطقة واللي هو التنظيم يمكن المركزي الأساسي اللي بيجمع كثير من هذه الحركات ومن ضمنها حركة حماس، لن يؤثر بشكل جذري على حماس بحد ذاتها وشعبيتها؟ يعني مثلا أنا حأعطيك مثلا، اليوم تسمع أصوات مصرية داخلية من شدة يعني أصوات علنية على الإعلام من شدة رهابة لموضوع الإخوان المسلمين وكرهة للإخوان المسلمين، طالبت السلطات المصرية بأنها تقضي على حماس، وهو شيء ما كنا عم نسمعه ونحن أيام ما قبل تسلم الإخوان المسلمين السلطة في مصر. هذا الشيء يمكن ممكن يعني يتعمم بشكل من الأشكال على كثير من الأشخاص مش بس على مصر، وبالتالي هيدا ما قدر بحماس وحتى بخانة أو كرس أكثر صورة الصورة الإسلامية عندها أكثر من صورتها المقاومة. صحيح كلامك، صحيح. اليوم في عداء لهذه الحركة ومنلاقيه مش بس بمصر، لا دول الخليج كلها غلا عدا قطر معارضة لو في كتير يعني كتابات عم تنكتب، مش انه انه بدنا نقضي على حماس ونخلص منه، لا نحن مع الشعب الفلسطيني بس خلصونا من حماس. هيدا يعني صار يعني تحصيل حاصل. يعني الإعلام المصري عم يسمح بأصوات تطلع علنا على التلفزيون، أصوات يعني إعلامية تطالب السلطة بالجيش المصري بالقضاء على حماس، يعني بأنها تتضامن مع الإسرائيلي بالقضاء على حماس. صحيح هون مش بس عم يتضامن، مسكرين عليهم ممنوع يظهروا، يعني أكثر من هيك تواطؤ مش تضامن. بس احنا بنقولوا أنه تدخلوا أقضوا عليهم بهالحكي، هلا بيقضوا عليهم بالمجموعات اللي ممكن ما تكون موجودة بسيناء، بيقضوا عليها في امبارح انه اكتشفوا 20 صاروخ وما الى ذلك. نعم. يعني هول اللي كان ممكن يفوتوا لحماس او شيء. الى ليش انه اليوم السلطه المصريه هي احد اهدافها يعني ايضا اضعاف حماس، اضعاف حماس. دول الخليج غالبيتها اوكي كمان نفس الشيء على المستوى الشعبي، لكن على المستوى الشعبي نعم. ما خسرت كريديبيليتي معينه او مصداقيه معينه حماس نظرا لسوء تجربه الاخوان المسلمين، وذلك يعمم ساعتها على كثير من الحركات الاسلاميه حتى لو كانت مقاومه. هلا شوفي نحن اذا بدنا يعني انت عم تفترضي عم تقيمي الحركه بمصر بشكل سريع، نحن ما ننسى انه الاخوان كانوا بالسلطه لسنه إيه؟ وفعليا لم يتمكنوا من الحكم. نعم. لذلك هذا التقييم هو تقييم دعائي اللي عم نسمعه كله سوا. انا ما عم بقول انه ملاك ولازم يحكموا او لا عم بقول انه القول انه سقوط الاخوان، لا سقوط السلطه اللي عملتها الاخوان شيء وسقوط الاخوان شيء تاني. اليوم فشل المشاريع اذا مثلا الرئيس السيسي لم يتمكن من تحسين وضع الاقتصاد بالذات، هي اليوم اقتصاد بمصر لم يتمكن من تحسين وضع الاقتصاد. نعم. اليوم الاخوان بعدهم موجودين بليبيا، موجودين بتونس، موجودين بالمغرب، موجودين بالسودان، يعني بعد الومايا موجودين بتركيا. أوكي. موجودين بدول تانية. الحماس الخطأ الأكبر كان مع سوريا، رجع بلش يعتذروا. هي حماس أهميتها مش أنه من الإخوان المسلمين، حماس أهميتها أنه هي جزء من هذا محور المقاوم لإسرائيل. ببلش بإيران اليوم، مين داعمها لحماس؟ مصر، تونس، السعودية؟ لا، اللي داعمينها إيران وسوريا وحزب الله. امكانياتها كلها في فترة تخلي، يمكن هلا في عودة الابن، في عودة بس عودة الابن الضال منيحة، في عودة الابن الضال، في ادبيات جديدة. واضح لحماس اليوم انه الداعم الاساسي لها هي حزب الله، او هن حزب الله، سوريا وايران، لا مصر ولا غيرها من القوى الموجودة على الساحة. تركيا أو قطر ممكن إعلاميا يساعدوا هذا. مشان هيك اليوم الموقف السوري مثلا موقف معاكس تماما للموقف المصري الرسمي، بحكي عن الموقف الرسمي، الموقف الرسمي. لكن أنا بعتقد إذا صار نوع من النجاح على الأرض حماس، هذا يعيد
مهم يعيد نوع من إذا جاز التعبير المصداقية لتيار الإخوان المسلمين اللي هو بالأساس منه تيار أنه يقيم هذه مثل الدولة اللي أو السلطة اللي أقيمت في مصر والاستعجال. هلأ وقت ما راحوا الإخوان لليوم الوضع بمصر لا أسوأ مش لأحسن، الوضع بالمنطقة لا أسوأ مش لأحسن، بس شعبية جدا معادية تخيل الإعلام شعبية. الإعلام أوكي. الإعلام كله بغض النظر مين المسؤول عنا، ولكن في حالة شعبية فعلا كاملة الحالة الشعبية الناس سموها ماكيافيلي قال أنه الناس معروف هو بتحليله السياسي ان الناس سطحيين ظاهرين. هلا يرجع الاخوان بيرجعوا بزقفوا لهم الناس بمناطقنا مع الواقف بيطلع واحد بيوقف معه، لكن الضغط الهائل اللي انعمل على الاخوان هو ادى الى نشوء مشروع اسوأ من الاخوان، وهو مشروع السلفية الجهادية الوهابية اللي معادي للإخوان، معادي للمقاومة بلبنان بسوريا وبفلسطين، قالوا مشروع تاني بالمنطقة كله سوا. طيب قبل ما أخذ فاصل وانتقل إلى موضوع تفصيل اليوم التيارات الإسلامية والاتجاهات الإسلامية والتكفيرية اللي عم تطلع بالمنطقة، لأختم موضوع غزة، إذا برأيك اليوم ما في ما يحكى عن وساطات وعن طلب لهدنة ولوقف، يعني العملية هو أنا رأيي بدها تأخذ وقت، لا شك انه في حكي وبيحكوا وبنعمل وبنساوي وفي محاولة، يعني انه شو بكون الاتفاق يعني بنود الاتفاق بنشغل عليها، لكن امتين بتصير موضوع تاني. انا ما عم بقول انه ما في اي، بس ما في مبادرة حقيقية للواقف على ما حدا على الاقل من الطرف العربي دخل بقوة على الخط او يضغط، لان يعني اسرائيل بتقلك فتح الموضوع خليني اعمل انجاز عسكري، أنا ما بعتقد حد يعملوه، ولكن بضل في الأمل أنه يعملوا إنجاز عسكري. هلا عندهم تجربة مع لبنان، بتعرف بنهايتها دمروا لبنان صحيح، بس ما نجحوا عسكريا بتدمير حزب الله، هن ما بهمهم يعني هن بهمهم تدمير حزب الله في نهاية المطاف. اليوم حزب الله أقوى من قبل، حماس أقوى من 2012. بس في طبعا النظرية اللي بتقول أنه حرب تموز بمطرح ما عم بحكي هلا وجهة نظر الآخر حققت الهدف الإسرائيلي، وهي بتعطيل قدرة حزب الله على التحرك، وبالنسبة لهؤلاء هم يدللون على أنه من سنة 2006 ما في أي تحرك يسجل لحزب الله على الحدود، لا بل أنه في عدة اعتداءات إسرائيلية لم يتم الجواب عليها برد لحزب الله. وهنا أيضا ممكن مقارنة هذا الوضع بغزة. اليوم لبنان خليني أحط لك بالشكل التالي، حزب الله هدفه مش السيطرة على شمال إسرائيل، هدفه منع إسرائيل من دخول لبنان. هلأ عم بقولوا أنه 1701 شو يمنع حتى إسرائيل من دخول لبنان، الهدف حزب الله منع دخول إسرائيل إلى لبنان، مش أنه هو ما يفوت. هو بالأساس مشروع اليوم هو تحرير لبنان من إسرائيل، إذا تحقق بكون الردع صار قام. هلا اليوم الردع شو؟ الردع إنه كل يوم حزب الله بيبعتوا 50 صاروخ، لا شو بدي يبعتهم؟ كل ما هو ما في اجتياح بري، كل ما هو ما في اجتياح بري للبنان، هذا يكون حقق هدفه المباشر، هدفه المباشر تحرير الأرض ومنع اعتداء إسرائيل. بدك شو فيها من ناحية؟ إنه اليوم في ناس بيقولوا إنه والله حزب الله عامل حارس حدود لإسرائيل، حارس حدود لشو؟ حارس حدود لشو؟ انه اسرائيل تفوت، ما هذا المطلوب يقال، وافرق انه الفلسطيني ما يقدر يفوت بالاساس ما عم بيفوت. هذا يطبق اكثر على يعني هذه النظريه تقال عن سوريا انه هي حارس حدود مش اكثر، مش عن حزب الله. لا في ناس عم بعطيكي اكثر، عم بعطيكي اكثر يعني. لا لا في ناس بيقولوها، عم بعطيكي اكثر شو بيقولوا، وعم برد على هالمقوله انه لا اليوم اسرائيل بتسترجي تفوت بريا على لبنان ما بتسترجي. طيب اذا شلنا حزب الله بتفوت ولا ما بتفوت؟ بتفوت عليه وبتفوت على ابوه كمان وعمه دون سبب، يعني عندها سبب انه تتوسع. شو دون سبب؟ اليوم انت اعطيها اسرائيل ما زالت تريد انشاء اسرائيل الكبرى اللي جزء منه جنوب لبنان، جزء منه جنوب لبنان، جزء منه شقفه من سوريا، جزء منه شقفه من سيناء. اسرائيل الكبرى اليهوديه، هذه يهوديه الدوله، هذا مشروع الاسرائيلي الحقيقي، مش تضرب حماس.
مشروع إسرائيل هو إنشاء الدولة اليهودية الكبرى، دولة اليهودية. واليوم هيدا المشروع اللي عم نشوفه بالمنطقة يساهم في تغذية إنشاء هذا المشروع الإسرائيلي الكبير. فلذلك اليوم سواء كان في لبنان حزب الله أو في فلسطين حماس، شو بيمنع اليوم أنه الفلسطينيين يتهجروا كلهم سوا؟ 48 وبرات 48 و67 وغيرها المقاومة الفلسطينية. عدا هيك ما حدا بيمون عليها لإسرائيل، وكلهم بيوقفوا مع إسرائيل وأمريكا وأوروبا وغيرها من الدول. اليوم كلهم عم بيلوموا حماس، مع أنه اللي بدأ بالغزو هن إسرائيل مش حماس. خليني أخذ فاصل، من بعدها بدي فوت على تفصيل طلوع الحركات الإسلامية، يعني أيضا التيارات الجهادية التكفيرية في المنطقة، الفروقات بيناتهم، وأدي ممكن عندهم potential فعلا أنهم يتوسعوا هذه التيارات. مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد، وإلى الدكتور أحمد مصلي الخبير في دراسة الحركات الإسلامية. خلينا نفوت إلى موضوع الحركات الإسلامية وإلى خليفتنا وإلى إمارتنا الإسلامية ودولتنا أيضا الإسلامية للجولاني. خلينا نبلش أول شيء من إعلان البغدادي نفسه أميرا خليفة على المسلمين في وإعلانه للإمارة الإسلامية للدولة الإسلامية. خلينا نبلش أول شيء، داعش بالنسبة للكثيرين هي عبارة عن تنظيم ممول ومنشأ من الفكر الوهابي، وبالتالي هو عنده دعم سعودي أساسي. وهناك نظرية اليوم يمكن قد تبدو أكثر انتشارا بأنه لا، الدعم الأساسي لداعش هو دعم قطري تركي، وبأنه السعودية هي من المتضررين من طلوع هكذا تنظيم. كيف شو تفسيرك؟ أولا على المستوى النظري جميع هذه الحركات هي حركات سلفية وهابية جهادية تكفيرية. وهابية كمان؟ طبعا أصلاً بس نقطة هون دكتور، بس خليني يعني لأنه منطلقين من هذا الحديث، كيف ممكن القول بأنه حركة كداعش هي حركة وهابية هي تعلن الخلافة، مع العلم أنه الفكر الوهابي ما في بقلبه منظوم فكرة أو تعريف الخلافة؟ يعني الوهابية كرست خادم الحرمين الشريفين ولم تتحدث عن الخلافة، فكيف ممكن يكون في خليفة وبفكرها وهابي؟ ما في تناقض؟ نعم، هلأ أنا بشرح لك. يعني هي أصلا أهداف كل الحركات الإسلامية السياسية اللي عم نشوفها هي أن تنشئ الدولة الإسلامية ومن بعدها الخلافة العظمى بالعالم كله. اليوم سواء حتى الوهابية لم تتحدث عن هذا، الوهابية لأنها تريد أن تنشئ أو أنشأت دولة هي المملكة العربية السعودية، لكن كرؤية عند بالفكر الإسلامي الخلافة ضرورية. هلأ هن يعتبروا أن ولي الأمر اليوم هو الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية، هيدا الفكر الوهابي الرسمي. أما الفكر الوهابي اللي طلع عن الفكر الوهابي الرسمي اللي هو القاعدة أساسا، وداعش هي بالأساس جزء من القاعدة، يعني كانت بالأساس اسمها اللي أساسها مصعب الزرقاوي المعروف كان اسمها القاعدة في العراق، بعدين حولوها إلى الدولة الإسلامية في العراق. إحنا ما نبلش من قاعدة أسامة بن لادن قاعدة أسامة بن لادن مين أسسها؟ مش بن الزرقاوي؟ لا، أسامة بن لادن. بن لادن. طيب مين كان وراها لما تأسست؟ يعني الأفغان العرب، خلينا بسرعة أعطيكي ملخص حتى بس ما نرجع نقرب كتير. الأفغان العرب ندعموا من المخابرات الأمريكية والفرنسية والإنجليزية والسعودية والكويتية والمصرية والباكستانية لإنشاء
حركات إسلامية مناضلة ضد الاجتياح الشيوعي لأفغانستان وضد امتداد الفكر الاشتراكي والشيوعي بالعالم العربي والعالم الإسلامي. هذا الهدف من أساس وظف الدين الإسلامي لضرب الإيديولوجيات العالمية والمحلية التي تقف ضد الرأسمالية الأمريكية بالعالم كله. والخليج العربي ووقت مصر وهيدا اللي ماشيين مع هذه الرأسمالية كلهم تواطؤوا ودعموا هذه الحركات، وإلا فجأة عندك آلاف المقاتلين مع أحسن الأسلحة وبأفغانستان وغيرها. بعدين انسحب الاتحاد السوفيتي وتفكفكت هالحركات ورجعوا لبلادهم، لك وبدأ بعدين صار اجتياح العراق، وأسامة بن لادن وقف ضد تدخل العالم الغربي بتحرير الكويت، وبدأ الخلاف مع الحكومة السعودية. بالأساس كانوا متفقين بكل شيء، بدأ الخلاف لأنه اعتبر أنه المملكة العربية السعودية وقفت أو خرقت مفهوم كتير مهم جدا، هو مفهوم الولاء والبراء. الولاء للمسلمين والبراء من المشركين، أنه راح جابوا مشركين حطوهم بالسعودية ودول المحيطة من لمحاربة العراق، وإني راحوا لأفغانستان ليحاربوا الكفار اللي هجموا أفغانستان. فنشأ الخلاف بيناتهم. الخلاف ليس عقدي، الخلاف ليس إيديولوجي، الخلاف ليس ديني، الخلاف هو على السياسة والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هذه الفترة وصار تحت 9/11 صار يعني 11 سبتمبر وغيره، عن جديد مع بداية ما سمي الربيع العربي وتحول إلى خريف وشتاء وكوارث، شو صار؟ هذه الحركات تم دعمها مجددا للمحاربة في سوريا. تم دعمها من مين؟ من نفس المجموعات، أمريكا وإنجلترا وفرنسا وتركيا وقطر والسعودية والكويت وغيرها. تم دعم صاروا يرجع يجيبون هذا الباكج اللي عم ينحكى. طب ما نحن بلحظة تشهد على تنافس قطري سعودي محتدم بينحط بنفس الباكج، بس متفقين على سوريا صحيح بنفس طب ما في غير يعني في غير تفسيرات بالنسبه للكثيرين انه كان في صراع قطري سعودي داخل سوريا، استثمرت السعوديه في مكان واستثمرت قطر في مكان اخر. لا لا بشكل كبير استثمرت السعوديه بالجيش السوري الحر اللي بطل موجود، وبشكل كبير يقال بانه قطر استثمرت وقتها بالنصره وفيما بعد بداعش. ولكن في بس خلينا نوصل لنقطه داعش. داعش برأيك هي مدعومة سعوديا؟ شوف انت بدك بس قلك ايه او لا، ما حقلك ايه او لا مثل ما انت بدك. بدي هلقات صعبة؟ لا ما هلقات صعبة لانه فيك عدة عوامل، لانه انت ممكن من ناحية مخابراتية تدعم جهة ما وسياسيا الدينية يعني مخابراتيا برأيك طبعا مدعومة لداعش. لك لحظة، لما المملكة العربية السعودية رسميا بتقول أنا حأدعم المعارضة السورية صح؟ وبعت لها ملايين الدولارات وأسلحة واشتروا معامل من أوكرانيا، كان عندهم أحمد الجربة وعندهم هلأ خليفته يعني عم يحكوا عنهم على العموم. أحمد الجربة ما هو لا ما هو مرقنا بمراحل. أول شيء الجيش الحر صحيح؟ طبعا الجيش الحر معظم أخوان مسلمين، دعم الأساسي له مين؟ قطر والتركية وكانت مصر. السعودية بدها تنشئ جهة ضدهم لأن هي ضد الأخوان المسلمين، يعني يا محلى الأسد قدام الأخوان المسلمين. فأنشأت ودعمت القاعدة، القاعدة اللي تحولت فيما بعد لداعش. لما تحولت لداعش تغير الموضوع وأعلنت الخلافة. أما لليوم كل هذه الجهات أنت شو بدك لك؟ هيدا معه وهيدا ضد وهيدا كذا. غالبية هذه الدول، وعلى فكرة قتل دولة وهابية كمان مش دولة يعني طبعاً لكنها تريد من ناحية سياسية لا تريد أن يكون للسعودية الدور الأول بالمنطقة، فهي بتدعم لناس ضد المملكة العربية السعودية. لذلك داعش والقاعدة خلافة مش إنه مع قطر ولا مع السعودية، داعمينهم الأساسيين هن ذاتهم. داعش هي بالأساس القاعدة، انشقت عنه لما رفض أيمن الظواهري
أن يكون أبو بكر البغدادي أمير للقاعدة أو الدولة الإسلامية بالعراق والشام، وطلب منه أن يكون مركزه الوحيد هو العراق، وأن يترك الجولاني يسيطر على الوضع بسوريا. هذا لن يحدث. أيمن الظواهري لا يمتلك الكاريزما أو الجاذبية اللي عنده إياها أسامة بن لادن، وقدرته على أن تكون كلمته الكلمة الفصل. أي واحد. اثنين، البغدادي بيعتبر أنه الجولاني خرج عن طاعته، لأن أساسا مين أسس جبهة النصرة بسوريا؟ البغدادي. البغدادي هو اللي بعته للجولاني مع مجموعة من المقاتلين أنه ينشئوا جبهة مقاتلة. ماشي. طيب خلينا نروح بس يعني ستيب باي ستيب باللي صار. أعلن البغدادي قيام الدولة الإسلامية، برأيك ليه بهيدي اللحظة أعلنها؟ شو هي المعطيات؟ أو يعني هي هيك شيء اعتباطي، هيك شيء انفعالي صار، أو لا هي خطوة فعلا مدروسة منا فولكرو؟ يعني بالنسبة للكثيرين هي اليوم إعلان الدولة الإسلامية يمكن هو شيء كوميك أو كوميدي، بالنسبة للآخرين لا، هيدا شيء بدق ناقوس الخطر. برأيك إعلانه هو بناء على دراسة للحظة سياسية تاريخية معينة أو هيك؟ لا، أنا بعتبر اللي بيشوفها كوميك بكون ما بيفهم، لأنه هيدي يعني اليوم دولة الخلافة الإسلامية هيك سموها. دولة الخلافة عندها أولا جغرافيا كبيرة، 5 مرات قد لبنان، 50,000 كيلومتر مربع، هي على كل المسلمين بالعالم أو لا؟ هلا هو أعلن حاله، هلا ما دار الدولة الحقيقية اوكي، لا لا مفهوم الدولة اوكي اوكي، معقول الدولة اللي اقامت اليوم أعلنت. اوكي هي الدولة المفروض تكون على كل المسلمين او لا؟ لا، ما انت بتبلش بمحل مع بدك تبلش بكل العالم، ما فيك بدك تبلش محل مفهوم، مش متى اعلن الخلافة يعني صاروا كل الاسلام هن عبارة عن، بدك احكي لك على المفهوم ولا على الجغرافيا تاعتها؟ خليني اقول لك على المفهوم. المفهوم الخلافة الاسلامية عند السنة بالتراث السني أصبحت واجبة كجزء من البنية السياسية للدولة الإسلامية. أوكي، تعرف أزال أتاترك عام 1924 وأزال السلطنة كمان مع قبل بسنة. الخلافة مطلوبة مبدئيا عند غالبية الحركات الإسلامية، حركة الإخوان المسلمين، حزب التحرير وغيرها من الجماعة، ويعتبروا انه الدين ما بيقوم الا بقيم الخلافة، وانه اصبحت انه الامة اجمعت على ضرورة وجوب الخلافة. لكن ان يكون الخليفة الشرعي في 3 خطوات لازم تتخذ. اول خطبة ان تكون شورى بين الناس تشاور العالم. ثانيا ان يكون عقد مع الحاكم في اهل الحل والعقد اللي هني بيمثلوا الناس، لازم هن يعملوا عقد او مع الحاكم، وبعد اذا صار بيكون في البيعة من المسلمين. هولي خطوات الزاميه لاعلان الخلافه حتى يكون شرعي، ولا انا هلا بعمل حالي خليفي عليكم بالالبي سي هيك عمل. بس ما هو هيك عمل. لا بس هو وعمل هيك، هو عمل على حاله خليفه علينا، مشان هيك عم بقول لك هو لا يعتبر عند فقهاء المسلمين وعامة المسلمين انه خليفة شرعي. مثل انا بيجي انا باخذ شقفة ارض وبعلن او بحتل شقفة ارض وبعلن انه هيدي الارض لإلي، ما بتصير شرعية. يعني من ناحية الفقه هي خلافة غير شرعية. من ناحية دينية خلافة غير شرعية. هلا بمرحلة ما بالتاريخ الاسلامي صار في شيء اسمه امارة الاستعلاء، يعني الانسان اللي بالقوة. واشترطوا في من إمارة الاستعلاء انه بده يطبق الشريعة بيصبح حاكما شرعيا، لكن هذا الرأي منه رأي عامة المسلمين، هذا احد الاراء الموجودة. لكن الفقه الحنبلي اللي بتجي منه الوهابية، اللي بتجي منه القاعدة وداعش، الفقه الحنبلي وبعدين مع ابن تيمية وابن قيم الجوزية أجاز إقامة خلافة الاستعلاء، بمعنى أنه إذا أنت تمكنت من السيادة على الناس بالقوة
أقامت الشريعة الإسلامية تصبح شرعا. هلا بمثلا خذ المملكة العربية السعودية، وفكر حنبلي بالأساس، الوهابي فكر حنبلي، فكر حنبلي بتعرف السني عندهم حنبلي ومالكي وشافعي و... اليوم المطلوب فقط طاعة ولي الأمر إذا ما كان عم يطبق الشريعة الإسلامية. الحاكم لا ينتخب ولا في مجلس نواب ولا في ديمقراطية ولا في أحزاب ولا في شيء. هالدولة بتتخيلها هالفكر. اليوم البغدادي هو خليفة غير شرعي، وهو أمير المؤمنين، وما معنى أن حاله خليفة بس كمان أمير المؤمنين، لأن أحد هي أحد صفات الخليفة أن يكون أميرا على المؤمنين. من ناحية عملية القاعدة بتاريخها كله لن تتمكن من أن تحتل جزءا وتسيطر عليه. حتى اليوم أيمن الظواهري هو جزء من إمارة الطالبان، وولاؤه هو للملا عمر. طب وماذا عن البغدادي اليوم؟ البغدادي لا، البغدادي أصبح هلا مستقل. يعني أول مرة بتاريخ القاعدة في سيطرة حقيقية على منطقة بشكل منفصل. في أسس للدولة. عندك الأرض، عندك النفط، عندك النفط وعندك المي وعندك الشعب وعندك قوى عم تتحالف معه. لا هلا حيفكوا، بلشوا يفكوا عنه. بعدين هو مشروع، مش مشروع محلي، منه مشروع محلي، هو مشروع تقسيمي للعراق، انشاء دولة سنية، دولة شيعية، دولة كردية، بيؤدي الى انشاء دويلات بسوريا، المسيحية والعلوية والدرزية والسنية وغيرها، ومما يؤدي لشو؟ دويلات بلبنان وسوريا كله. يعني المشرق العربي كله مرشح إذا نجحت الخلافة المزعومة أن تقسم المنطقة. هلا مين صالح يقسم المنطقة بنهاية المطاف؟ إسرائيل. إسرائيل لا يمكن أن تنشئ إسرائيل الكبرى إلا إذا دولة أقليات يمكنها بذلك تهجير. لاحظ اليوم المسلمين عم يدبحوا بعضهم، العرب والأكراد حيدبحوا بعضهم. هلا بلشت على مستوى عالي سني وشيعة، السني بين بعض، يعني أبو بكر البغدادي سني وبدبح السني ما فرق معه، وبدبح الشيعة وبدبح الأكراد وبدبح المسيحية وبدبح ما مخلى حدا وما خلوا حدا أصلا. إذا نشأت هذه الدويلات، وهذا الخطر، وهذا أهمية الربطة بالصراع بغزة، إسرائيل الكبرى هي بعد ما زالت المشروع الحقيقي لمش بس اليهود في إسرائيل أو غالبية اليهود، لكن يعني المسيحية الصهيونية بالعالم كله، خاصة بأمريكا هي مركزة، وهي عندها قوة ضخمة جدا. إنه شو بيمنع تقسيم المنطقة المشرق العربي؟ ما في شيء يمنع تقسيمه. الأكراد يعني تقريبا صار عندهم دولة، بس هلا حيخلوهم إيران وتركيا وسوريا والعراق، إنه يخلوا ياخذوا، لأنه كردستان الكبرى بدها بعد جزء من إيران وجزء من تركيا وجزء من سوريا وغيرها. هلا مقابل ذلك الجولاني ليلة الجمعة السبت، والناس منا كتير واعية إلى ملايين بغزة، أعلن الإمارة الإسلامية بسوريا. صار في عنا الإعلانين، إعلان الدولة من قبل البغدادي والإمارة من قبل الجولاني. أولا ليه الجولاني أعلن إمارة؟ يعني هو إمكانياته أقل من البغدادي لكي يعلن هو الدولة البغدادي، والجولاني يعلن مجرد يعني متواضعا الإمارة اللي هي جزء من الدولة الإسلامية، أو ليه صارت هالخطوات؟ هلا مبدئيا هو طبعا الجولاني اقل لا شك، حتى من حيث المساحه الجغرافيه اللي مسيطر عليها لا تساوي ما يمتلكه البغدادي. لا يمكنه اعلان الخلافه او الدوله، لانه جزء من اماره، من تنظيم اللي هو جزء من اماره طالبان. يعني حتى ينشئ البغدادي تخطى هذا، بغدادي انشق عن القاعدة. هلا اليوم منشق عن القاعدة. اوكي. ما يمثل القاعدة اليوم بمنطقتنا هون يعني هي جبهة النصرة، كتاب عبد الله عزام عنا بلبنان وغيرها من المجموعات. اما البغدادي خلص انفصل،
واعلنوا انه خرج عن طاعة الامير. تعرف في تكفير لما تخرجي سياسيا عبر الفكر الوهابي، الخروج عن طاعة الولي الامير يعني الحاكم كفر، بكفروك فيه من خلاله. فاليوم جبهة النصرة طبعا هو رد على إقامة الخلافة الإسلامية بالعراق والشام، اللي عم تنافس على نفس المنطقة، وهو أعلنها وين؟ بحلب، بالمنطقة يعني اللي موجود فيها حوالين حلب، يعني مش كل حلب أعلنه، بس حلب هي جزء من الخلافة الإسلامية. يعني الخلاف اليوم عم بياخد شكل رسمي أكتر ما بين خلافة وإمارة، لكن كله سوا هدول عندهم مثل ما قلت لك مشروع بنهاية المطاف تدميري للمناطق اللي عايش فيها. والفرق بين البغدادي والجولاني هو فرق سياسي، مصلحة سياسية، وليس فرق عقائدي بين الاثنين. العقائد 95% هي ذاتها متشابهة. أوكي. هي سلفية وهابية جهادية تكفيرية، واثنين نفس الشيء. عم بقول لك هيدي اجت من هاي. طيب اليوم ما بيأثر، أنا بسألك لكن ما اللي بيخول اليوم الجولاني بأنه يقوم بخطوة إعلان الخلافة والدولة الإسلامية بغداد. هذا الشيء البغدادي، هذا الشيء بده إمكانات، يعني مستند هو على إمكانات مادية لوجستية عسكرية المفروض تكون لا بأس بها ليقدر يقوم بهكذا خطوة. مين الداعم الأساسي؟ شو اللي يعني بالنسبة للكثيرين في واقع اسمه داعش، هذا الواقع غير معلوم، ما بنعرف شيء عنه، ما بنعرف من وين جاي، ما بنعرف شو هلأ بهاي اللحظة هي المخابرات الغربية يعني اللي خالقة هيدي الحالة. هل أساس الحركة هو كان لضرب النظام في سوريا؟ أوكي. فدم دعم هالجماعات وجيبون على سوريا، صار عندك آلاف الآلاف المدربين عندهم آخر أنواع التكنولوجيا والأسلحة وما إلى ذلك، طبعا عندهم مال، ولكن بيتحركوا اليوم من يقف وراءه هو من يريد مثل ما قلت لك تفتيت المنطقة أو إعادة منظومة المنطقة. طيب اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية دعمت مثل ما بتعرفي حركة الإخوان المسلمين في مرحلة ما، يعني بمصر الإخوان إجوا على الحكم بموافقة الأمريكان، مش ضد رغبتهم على فكرة، وحتى السيسي هلا إجوا بموافقته مش ضده كمان. بتعرف الأمريكان بيقلبون يعني عمليين بهالموضوع، وحسن مبارك كان وجوده كمان بموافقة. طيب كله وأنور السادات وغيره وغيره وغيره. لا، إنه من يتحكم بمفاتيح المنطقة معروف، ولا شك إنه أجهزة المخابرات فاعلة جدا بالمنطقة، وحتى بلبنان هلا كلهم كثفوا وجود المخابرات بلبنان، كل السفارات ما عاد كل شيء محدد وأرقام وأسماء حتى ما يزعلوا السفارات بطل يعطونا فيز. بس على كل حال هذا مشروع رايحين لإضعاف المنطقة. الصراع الأساسي بالمنطقة اليوم شو هو الصراع؟ في صراع سعودي مع إيران، وفي صراع إيران مع إسرائيل. اليوم التعارب الأمريكي الإيراني أدى إلى تغيير هائل في السياسة الخارجية الأمريكية، ودعم كل السياسة الخارجية السعودية، وتم من خلالها دعم كل هالحركات لضرب هذين. اليوم العراق، عراق المالكي موالي لمين؟ لإيران. أوكي. وضربه شو يعني؟ إضعاف مين؟ إيران. طيب. أوكي. ضرب الأسد إضعاف لمين؟ إيران. ضرب حزب الله إضعاف لمين؟ إيران. أوكي. اليوم مين اللي عم يتحارب بالمنطقة؟ ما هي حرب طبيعية. المالكي والأسد وحزب الله. ما هيك؟ لا، عم بجسم لك الخارطة اللي عم بتصير بالمنطقة. طيب اليوم إذا المالكي مثل ما صار فيه، وهو غلط كتير كمان يعني ما في واحد يدافع عنه أصلا، أخطاؤه هائلة. طيب تدمير أو تغيير اللي عم نشوفه بالعراق، من المهم أنه ينتج منظومة مش موالية لإيران، فك الارتباط ما بين إيران والعراق. هذا صعب إلا من خلال عمل هائل كما نراه اليوم.
طيب اليوم إذا بدي أحكي عن طريقة اجتياح داعش للعراق وطريقة تعامل الجيش العراقي معه، في رواية بتقول إن الجيش العراقي لم يقاوم حتى، صحيح. لم مش بس لم يصبط، لم تكن هناك منية حقيقية، يعني في كمان حتى فيديوهات بيانات إنه كان في هيك خروج للجيش العراقي سلس في المنطقة. ماذا عن مش سلس، هروب؟ ماذا عن النظرية اللي بتقول إنه اليوم يمكن إيران بعد ما شافت إنه في صعوبة حقيقية لمواجهة المقاومة السنية بالعراق خلت إنه يكون في سيطرة بشكل من الأشكال لهذه التيارات التكفيرية، وذلك لكي يكون هناك من هجمة دولية حقيقية عليها بتحل المشكلة السنية بالمنطقة؟ في من يدلل على هذا، فهناك من يدلل على هذا يعني بعض التصاريح الإيرانية، أولا لروحاني الذي قال بأنه إيران ممكن تكون شريكة في الحرب على الإرهاب مع المجتمع الدولي، والتي رجع وتم تصحيحها فيما بعد بالقول بأنه يعني ممكن أن تشارك شرط توصل إلى تقدم معين بالملف النووي الإيراني. يعني شيء صريح أكثر من هيك ما بقى فيه. هي المنطقة كلها مربطة ببعض، لكن وجود داعش وسيطرتها وإخراج المالكي وجيشه من منطقة ضخمة جدا ما لصالح إيران. يعني هيدا الربط بينه وبين إيران ربط هيك، يعني كلام إنشاء ما له عزم، بالعكس تماما. هو وجود هالجماعة ممكن يؤدي إلى خروج إيران باللعبة السياسية عبر اتفاق جديد بالمنطقة، واحد. اثنين، الأكراد هني كمان سهلوا كتير وجود أو لحظة ما قربوا على الأكراد إلا هلأ بلشوا يقربوا شوي. كردستان زائد 30% من منطقتها، 30% أخذوا مصدر من أهم مصادر النفط اللي هو كركوك. القضية منا سهلة. بعدين أول النفط اللي أخذوه من كركوك وين عم يبعتوه الأكراد؟ لو عم يبعتوه لإسرائيل عبر تركيا. الوضع منه هين. إذا تم، شوف، إذا تم إنجاح دولة الخلافة الإسلامية، إذا تم إنجاحها تقسمت المنطقة كلها سوا ونشأت إسرائيل الكبرى. طب قبل ما أخذ فاصل، شو مش نشأت هذه إمكانية نجاح إقامتها لهذه الإمارة اليوم، لهذه الدولة اليوم؟ قدي عندها مقومات حياة؟ إذا بدنا نحكي باقتصاديا، برامير النفط قد تكون مقوم لا بأس به، طبعا قابل للحياة اليوم. هيدا بدعم دولي قابل للحياة، مثل ما كردستان قابل للحياة، مثل ما جنوب السودان قابل للحياة، مثل ما لحظة كتير مختلف نشأة كردستان العراق عن شو عم نحكي، عن كوكبين مختلفين كيف نشأت هيدا، وإسرائيل كيف نشأت بالقوة، ايه بدعم دولة بس. وطيب وكردستان شوف مش بدعم دولة، بطلب دولة. قد ايه لهم محتلين هالمناطق؟ قد ايه لهم؟ اي مناطق؟ هلا هيدي الدولة الخلافة الإسلامية، مين حرك ساكن؟ مين ضربهم؟ مين حربهم؟ مين طلعوا صاروخ؟ واضح انه في مصلحة دولية، يعني هيدا جزء من مشروع اقليمي، هيدا اللي عم نقوله. عم نقول في مصلحة دولية الحد من خطر داعش وامتدادها في المنطقة بالنسبة للكثيرين. يعني اليوم من يلعب بالمنطقة عم بيلعب على الوتر السني الشيعي دايركت بالموضوع. داعش رافع شعار محاربة الشيعة رقم واحد، ان الاعداء حتى هلا موضوع غزة قالوا نحن غزة ما خصنا فيها هلا، بعدين نحن هلا بدنا نطهر أرضنا من الشيعة، من كفر بكفرون يعني ما دغري. طيب هيدا مشروع الفتنة بالمنطقة لمين؟ لصالح مين؟ لصالح السنة؟ لصالح الشيعة؟ لصالح العرب؟ لصالح الأكراد؟ لصالح اللبناني؟ لصالح مين؟ شوفي مين اللي بدي يستفيد، بتعرف منين جاي. طيب خلينا اخذ فاصل ومن بعدها انتقل الى هذا الواقع اللبناني، قد في عنده ارضيه بانه يعني يجزر اكثر. مشاهدينا ابقوا معنا.
عودة إلى نهاركم سعيد وإلى الدكتور أحمد مصلي. برجع برحب فيك عن جديد. اليوم بالمنطقة تقريبا بكل الأنظمة صار في قبل كان عندنا بعبع اسمه إسرائيل، يعني دايما كان في يمكن أنظمة محسنة حالة باسم دايما التهويل ببعبع إسرائيل. اليوم بالنسبة للكثيرين البعبع الجديد صار اسمه داعش. يعني حقاطي مصر عفوا مثل على مصر، اليوم الخطاب تقريبا الشبه الرسمي للسيسي هو يا إما هيك يا إما داعش. وداعش هون stands for أو 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 بتمثلها، يعني بتمثل الإخوان المسلمين، مع علم إنه داعش والإخوان المسلمين هني شغلتين ما خصهم ببعض كليا أو لا كفكر وكتنظيم، بالعكس أعداء لبعض، مش إنه ما خصهم ببعض، بس هذا الخطاب يعني اليوم هيك قائم، يعني يا إما هذا النظام الجديد يا إما داعش. يعني مع الاحترام، يعني غالبية الإعلام يا إما بيعرف أو متواطي، وأنا رأيي متواطي بيعرفه. أنا كنت أتسمع، يعني بعدي بتسمع على القنوات المصرية وبشوف شو بيحكوا. يعني أيام الكذب بشكل، والمشكلة الناس بتصدق انه اليوم داعش حركة سلفية وهابية، عدوها الاول هو الاخوان المسلمين. كيف بدها تكون هي الاخوان المسلمين؟ طب في يعني كيف بدها تركب؟ العالم بتصدوا ويخلني اعداء ضد بعضهم. ما هن السلفية الجهادية الوهابية هي الحركات اللي وقفت ضد الثورات الربيع العربي. طيب اليوم هل في داعش مثلا، هل في اي ملامح لداعش بمصر؟ هلا في حركات سلفية موجودة لكنها مهادنة للسلطة، على أساس أن منبع السلفية والوهابية مهادن للسلطة بل داعم للسلطة في مصر. هلا اليوم السلطة بمصر عم تستعمل جماعات متطرفة حتى تعطي حالة هذه المشروعية السياسية، وأن هي تمثل الفكر المعتدل، مثل ما ناس بلبنان بيدعموا متطرفين بيطلعوا هن المعتدلين. نفس الشيء بمصر. يعني هلا عندي عندك شك انه كثير من هذه الاعمال التخريبيه وراء جهاز مخابرات، يعني الاخوان المسلمين بالمبدا ما بتبنوا العنف، ولا يمكن ما تحبيهم بتكرهيهم، فكرك ضد فكرهم ماشي مفهوم، بس هني ما بتبنوا العنف كمنهج مثل الجماعات السلفيه الجهاديه التكفيريه اللي بترفع اسم الجهاد وبتشوه الجهاد وبتقتل الناس باسم الجهاد وكذا. هذا غير موجود. لذلك اليوم أنا مثل ما عم بقولك إنه نحن نعود في المنطقة إلى أنظمة ديكتاتورية، سواء كانت يعني مشيخات أو ما يسمى جمهوريات، كلها أنظمة ديكتاتورية. يعني مصر اليوم لنقول مرسي كان ديكتاتوري، يعني انتخبوا، اليوم رحنا ديكتاتورية عسكرية عن جديد، رجعنا الدكتاتوري، وهيك بقى المنطقة. يعني بسوريا حنرجع حكم شبه عسكري، بالعراق نفس الشيء رايحين حكم عسكري إذا لم تتفتت العراق. خلينا قبل ما انتقل إلى لبنان بمصر وبموضوع الإخوان المسلمين، لأنه في خلط بالأمور بالمنطقة. يعني اليوم بشو يمكن إذا بتاخذ الجمهور العربي ممكن يقول لك إنه إيه هي نفس، يعني نفس النتيجة قالت لإلها المنطقة، يعني بمصر راحوا على الإخوان المسلمين، بسوريا راحوا على داعش، مع العلم انه نحن عم نحكي عن اتجاهات تقريبا ما خاصه ببعضها، ان كان كمنبع، ان كان كفكر، ان كان كفقه وقناعات، وان كان كدعم سياسي. كدعم يعني سياسي ايه كمان، صحيح. طيب اليوم الاخوان المسلمين اللي هن لطالما كانوا حركه اساسيه ولو انها underground بالعالم العربي نظرا لاهميتها اللي كانت موجوده بمصر، اليوم بعد القضاء عليها بهذا الشكل قد يعني هلا هي حتفوت بثوب نوم عميق لفتره طويله كمان من الزمن كما كانت. اساسا لم يقضى على الاخوان المسلمين، قضي على السلطه اللي اقاموها. انا رايي انه عبد الناصر اعتقالات فظيعه، رئيس جمال عبد الناصر عمل اكثر من هيك فيهم، يعني بايام يعني بالخمسينات والستينات ايه وضلوا ثابته بالمشهد تحت الارض ورجعوا ظهروا. الحركه الاخوان موجوده من عام 1928 طبعا، شيء 90 سنه هيك شيء 28 مشروعهم 28 نعم. حسن بن اسس مشروع قائم. وما هو المشكله انه الخوف منهم أرعب كل الأنظمة الموجودة، والأنظمة الخليجية بما فيها. ليه؟ لأنه إله وجود في الخليج. تعرف أنه أنت غالبية الأنظمة التربوية بالخليج
وحتى بالسعودية وبغيرها أنشأوها الإخوان المسلمين. لذلك تغلغلوا بالبنى الموجودة في الخليج. الخوف شو صار؟ أنه مع ظهور الربيع العربي ووصول حركات الإخوان المسلمين إلى السلطة، شو بصير بالخليج؟ بصير كمان التغيير. هاي واحد. اثنين، الفرق بين الوهابي والسلفي، الإخوان يتبنون على الأقل نظريا يعني يتبنون الديمقراطية، أن الحاكم بده يختاره الناس. الوهابي ما عنده، يتبنون التعددية الحزبية على الأقل نظريا، هناك لا حزبية ولا تعددية، يتبنون الانتخابات، يتبنون الحقوق الإنسان، لكن بيربطوها كلها بنهاية المطاف بعدم مخالفتها للشريعة وتطبيقها للشريعة. هلا هيك نظام يهدد نظام الخليج العربي كله سوا بأمه وأبوه، فكان المطلوب ضربه، وهو ما تم، وهو ما تم عبر العسكر اللي أخاله لمرسي. واضح العسكر. طيب واضح. واضح. طيب بلبنان اليوم طبعا طلوع أو ظهور، ما بعرف إذا طلوع، ولكن ظهور هذه الجماعات التكفيرية، العمليات العسكرية يبدو بالنسبة للكثيرين العمليات العسكرية اللي قام فيها حزب الله حدت من تدفق التيارات التكفيرية داخل لبنان. قد اليوم بعد في بلبنان أرضية مجهزة لاحتضانهم؟ وهل هذا الموضوع اليوم هو مرشح لأنه هذه البيئة ممكن أن تكبر أكثر؟ والعوامل الحاضنة ممكن تكون، شوف في مناطق ما بدو مناطق كبيرة، لكن في ضمن مناطق في بؤر فيها بيئة حاضنة لها الجماعة، سواء كانوا داعش أو جبهة النصرة يعني الإمارة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية، دولة الخلافة الإسلامية حتى تفرقها عن الدولة الإسلامية كتنظيم. هاي الدولة الإسلامية نشأت هلا وعملوا عملة وعملوا قضاة وعملوا عسكر وعملوا بنية دولة، ركبوها العالم عاد عم ضحك عليهم، هني سيطروا على الأرض وهني اليوم أغنى تنظيم موجود بالعالم. أغنى تنظيم موجود بالعالم؟ معهم بليونين دولار، غطوا على المصارف، غطوا على الأسلحة، ما خلوا شيء. وموضوع إذا بدك نرجع له، بس بلبنان لا شك أنه عندنا بعض المناطق بعكار والباع والمخيمات الفلسطينية وغيرها، يعني عندنا جماعات مثل فتح الإسلام، عصبة الأنصار، كتاب عبد الله عزام، وجماعات مثل الأسير وغيرهم، كلهم هول موجودين. طب وين موجودين؟ بالبؤر اللي ممكن واحد منهم مثلا المرجح إرسال أن تعلن إمارة مثلا تابعة لإمارة حلب. أدي في إمكانية اليوم عملية يعني ما كمان الإمارة بدها أرضية شعبية، أدي في اليوم تقبل شعبي لهذا؟ مش هيك، أنت 100 واحد بسكر لك منطقة قد ما كانت كبيرة وبيجبر الناس إنه تبيعوا وتمشي مثل ما بدها. يعني أنا رأيي إنه السنة في لبنان لا يريدون هذه الإمارة ولا يريدون هذه الجماعات، لكن موجودين. ايه؟ وتم استعماله نفس الشيء. قد في أرضية مهيئة اليوم بأنه هيدا الكوران أو هيدا الطيار اليوم اللي عم يبدو كأنه جارف بمطرح من المطارح ممكن أنه يأخذ أرضية جدية بلبنان؟ أنا رأيي الموضوع جدي ولا يجب الاستخفاف فيه بلبنان، وفي آلاف منهم مستعدين للمقاتلة، وأنا بعتقد أنه ممكن تعلن إمارة إسلامية مما يؤدي إلى جمع كل الجماعات في منطقة واحدة كما هو الوضع بحلب، يعني حلب أو بغيرها من المناطق اليوم. الناس اللي سنين أنا بحكي عنهم وجودهم بلبنان ويجب منع أنه يتحولوا يعني ويتغلغلوا، ما حدا برد تركينهم. يعني اليوم لما صارت عملية فصل لبنان عن سوريا للعمليات العسكرية آلاف من المقاتلين فاتوا على عرسال وقاعدين موجودين، بس شو ما عم بيتحركوا اليوم لليوم ما عم بيتحركوا، بس ممكن بأي لحظة يتحركوا إذا جتهم الأوامر بالتحرك. مين بيحركون؟ مين؟
انت شاطره بتعرفي مين بيحركه بعدنا عم نحكي كل الوقت. هذا يمنع اي تسويه في لبنان اليوم. كل الامور مرتبطه ب مثل ما قلنا المثلث الايراني السعودي الاسرائيلي والامريكي، مش انه هن مرتبطين ببعضهم. يعني الاشتباك بين الاشتباكات الموجوده بين بيناتهم. وشو التسويه اللي بدها تنعمل بالمنطقه؟ اذا ما في تسويه وبيعتبروا انه ايران الرابح الاول، ستنشأ امارات وتعلن الحروب وتعلن التكفير والهجره وكل هذه الامور، واذا تم في تسويه سيتم القضاء على هذه الجماعات. يعني بمعنى اخر، سواء كانت الخلافه الاسلاميه بسوريا قبل بالعراق وسوريا او الاماره في سوريا او ما يمكن ان ينشا عنها في لبنان، ممكن ان تستمر او لا تستمر بناء على تحالفات او اعاده خلط الاوراق في الاقليم بناء على ما يمكن ان نسمن عنه. ما بس الملف النووي، هو الملف النووي هو الملف يمكن الاول اللي بيفتح الطريق، لكن مشاريع المنطقه اكبر من هيك. في مشاريع، اولا الملف النووي طبعا، في النفط توزيعه وانتاجه وتسويقه وتاثيره على السعر العالمي، هيدا اهم من داعش وماعش وكله. وفي اسرائيل وديمومه اسرائيل. الولايات المتحده ما بهمها اذا المملكه بتصير شقفتين، او حتى مصر بتنقسم وبتعمل دوله النوبه ودوله كذا، او لبنان بصير دولتين ثلاثه، ما بهمها بينتصروا السنه ولا بينتصروا الشيعه. وهي بتقول ان شاء الله يدبحوا بعضهم اثنيناتهم، ما بهمها. بهمها اسرائيل والنفط والاسواق والنووي الايراني. والنووي الايراني. بالحديث عن النووي الايراني باخر محور، اليوم نحن على ابواب مفروض يعني بايلول المفروض انه يكون في ملامح للمفاوضات الايرانيه الامريكيه. اخر الاخبار عنا انها متعثره، عدم رضا امريكي يعني عن الاداء الايراني. اليوم قد ايه ممكن الوصول الى مع نهايه عهد اوباما واداره اوباما الى بلوره للصفقه او المفاوضات الايرانيه الامريكيه؟ انا بعتقد انه في نهايه المطاف نجاح المفاوضات والتوصل الى حال هو مطلب امريكي ايراني بنفس الوقت، مما سيؤدي الى وصول الى اتفاق مهم. هذا يمكن يتعسر شوي، المفاوضات بتشددوا فيها قد المفاعلات المسموح فيها وامور اخرى. هذه الامور هلا الدولتين اللي ضد التوصل الى اتفاق لانه بده يعيد خلط الاوراق بالمنطقه، السعودية واسرائيل. اوكي، السعوديه واسرائيل. من هون عم نقول انه هاللعب اللي عم تشوفيها بالمنطقة، ما بتعتقد انه الثمن العراقي هو مثل جائزة طردية ممكن تكون للسعودية بهيدا الموضوع؟ بعد لا، اذا نجحت المفاوضات السعودية بدها تغير موقفها. لا يعني اليوم في قراءة انه الملف العراقي وسيطرة يعني السنة او داعش على والفصائل السنية عموما على العراق هو مثل جائزة طردية اعطيت امريكيا للسعودية للقبول يعني المفاوضات الامريكية النووية الايرانية. هي بنهاية المطاف اذا سيتم اعلان خلافة اسلامية حقيقية بالعراق تستمر، يكون لها إمكانية تستمر، ستكون منافس للمملكة العربية السعودية على المدى الطويل. على المدى القصير لا، يمكن توظيفها ضد إيران وضد العراق وضد تركيا وضد غيرها وسوريا وغيرها من الدول. الدول تلعب بدول أخرى، ما في مشكلة بتقسم دول أخرى. هاي أوكرانيا اللي بقلب أوروبا مثلا، فصلوا عنها كرايمية، شو اسمها بالعربي هيدي خيمه فصلوها عن القرم، فصلوها عن اوكرانيا وضموها لروسيا. مين قدر يعمل شيء؟ ما حدا قدر يعمل شيء. لا حيصير في حرب بعد شوي، كان حيصير في حرب عالميه. ما حيصير حرب ولا عالميه، الامريكان ما حيحاربوا مشينا يعني. اوكي، نحن انتهى وقتنا دكتور احمد، شكرا لك على وجودك معنا، على امل انه
ما يتحقق كثير من اللي هو قيام مطلوع ويعني هيك تفشي هيدي الدولة الإسلامية. شكرا على وجودك معنا الخبير في الحركات الإسلامية والدكتور الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد موصلي. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.